السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو الجديد اللي كنتمنى انه يلقاكم في ظروف جيده ان شاء الله. هذا الفيديو غادي نهضروا فيه على الفنانه رشيده طلال اللي كتعترف باجرائها لواحد العمليه تجميل فاشله، وكتوضح السبب في الفيديو اللي نشرته على انستغرام. فبعد الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق انستغرام نشرات أو استداولات خبر إجراء الفنانة رشيدة طلال لعملية تجميل فاشلة على مستوى الشفاه، ورفقات هاد الصفحات هاد الخبر بشريط الفيديو اللي أقرت من خلاله رشيدة طلال برغبتها في تحسين شكلها الخارجي وإجراء عملية ديال نفخ شفاهها التي كللت بالفشل، وأثرت على شكلها الخارجي وأيضا على الصوت والطريقة ديال النطق. كما أن رشيدة طلال أرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: كن جميلا ترى الوجود جميلا، الجمال جمال الروح وجمال القلب، كن جميلا ترى الوجود جميلا، الجمال جمال الروح وجمال القلب وحسن الأخلاق وطيبة النفس. اذا نخليكم مشاهدينا الكرام مع الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. وقبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وكذلك زر الاشتراك، والسلام عليكم. السلام عليكم، شحالكم ياك لاباس؟ اللي كيخلص فيا مريض باه يشوف على انه كاين شي حاجه، كاين تغيير في وجهي بالاخص فمي، ما كانش عاجبني مشيت غيرته كأيها الناس، وغيرته كستب مشيت وغيرته ما كانش عاجبني، ولكن من بعد جيت وشفت على أنه كان هناك فرق خالص. فمو عواج الصوت وعواج مولي، حتى هو وشريك عم يقول لك والوجه عواج مولي، وانا كنت شاكعني لهنا وتشابي ولا هنا زيان ولا هنا لنعود احسن وكيف كنت يا غير، وقع العكس المشكلة. ولكن لين نقول لكم على انه الحمد لله، الحمد لله والحمد لله، هذه غير تجربة ياكم، هذه غير تجربة، غير تجربة والحمد لله لانها تجربة. وإنسان ما كيحس بداك الشيء اللي عاطيه مولانا لين يتحيد منه، والحمد لله اللي نقول لكم على أن مولانا عاطينا شيء زين، ما خصناش نتمو نضيعوا ذاك اللي عاطينا مولانا. وهذه لا نصيحة للناس اللي